ايه السلبيات اللي حضرتك بتلاحظها في الشباب المصري المقدم على اقامه مشروعه الصغير او المتوسط؟ اول حاجه ان هم ما عندهمش دراسه للمشروع. زي ما انا قلت في المؤتمر بتاعي، المشروع الصغير المتوسط الناجح هو الذي ينتهي بالتمويل وليس الذي يبدا بالتمويل، قلت كده في الكلمه بتاعتي. فاول حاجه لابد ان الشباب ما يعتمدش فقط على التمويل، لازم اول حاجه يدرس المشروع بتاعه من الناحيه السوقيه والناحيه التصنيعيه والناحيه ايا كان الكيان اللي هيشتغل بيه، والناحيه القانونيه والناحيه التمويليه ودراسه السوق، وبعد كده اخر حاجه يدور على التمويل. لكن ان انا يبقى عندي فكره مشروع واطلع على البنك اقول انا عايز الفلوس نعمل مشروع، ده تفكير غير صائب من الشباب، وهم معذورين في كده. فلابد من تجهيز الشباب ذهنيا ان هم يغيروا فكرهم من هم في سنه رابعه قبل ما يتخرجوا. هل حضرتك شفت فعليا شاب اخذ تمويل واول حاجه عملها راح يشتري شقه وعربيه واتجوز؟ حصل كتير كتير. طيب ليه حضرتك الشباب عندنا تفكيره متاخر في اقامه مشروعه الشخصي؟ يعني هل عيب في التعليم؟ هل محدش علمه ازاي يعمل دراسه جدوى؟ هل هو طموحه قليل او كسلان؟ يعني المشكله فين عشان نعرف نحلها؟ لا بالعكس، الشباب بيعملوا المجهود ده كله ولكن بيسلكوا الطريق الخطا علشان ياخدوا التمويل. يعني تلاقي الشاب متخرج علشان ياخد التمويل بيتبع كل الطرق ويعمل دراسه جدوى غير منطقيه وغير واقعيه علشان بس تعجب البنك او الجهه المموله عشان ياخد التمويل. طب انت لو عملت نص المجهود بتاعك ده في الطريق السليم هتاخد التمويل بطريقه سليمه وطريقه قانونيه لمشروع قائم يشتغل ويجيب لك فلوس، لكن انت بتعمل مجهود خارق للعاده علشان تاخد بس التمويل عشان تامن مستقبلك. فلابد ان يكون الشباب صادق مع نفسه نمره واحد ان هو فعلا عايز يعمل مشروع، ويكون من جوه عنده الصفاء الذهني ان هو فعلا عايز التمويل عشان المشروع. ما ينفعش تعمل مستندات ودراسه جدوى غير واقعيه مجرد بس علشان اخد بيها مشروع التمويل.